السلام عليكم يا مساء الخميس، اهلا بيكم في حلقة جديدة مع أسامة. كالعادة ببدأها بشكر حضراتكم واستعرض تعليقات حضراتكم على فكرة التصويت لأفضل مذيع رياضي في 2021 في آخر الحلقة إن شاء الله. كنت ناوي أبدأ الحلقة بشكل مختلف، لكن الحقيقة شركة برزنتيشن فاجأتنا ونزلت لينا فيديو عبارة عن 6 دقايق عن كواليس مباراة القمة من على دكة الاحتياط لكل فريق، زي ما حصل بالظبط في نهائي القرن الافريقي على حد تعبيرهم 27 نوفمبر 2020، اللي حقق فيه النادي الاهلي بطولة افريقيا، البطولة التاسعة الغالية جدا على قلوب جماهير النادي الاهلي. ولاحظت بعض الاشياء اللي طبعا كلنا اللي شافوا الفيديو لاحظوها، والبداية سبحان الله كان اعلام نادي الزمالك بيطالب بمعاقبة جماهير النادي الاهلي اللي قاعدة في المدرج، لانها كانت بتقول عمري ما احب غير الاهلي في وقت السلام الوطني. وللامانة كلمت ناس كتير من اللي كانوا موجودين في المدرج اقسموا بالله ان هم ما كانوش سامعين صوت السماعات والنشيد الوطني، وان هم كانوا بيغنوا، واول لما فطنوا لفكرة السماعات وفكرة السلام الوطني توقفوا عن الغناء. لكن ده كان كلام الجماهير، ودي شهادة من احد الجماهير، لان انا ما كنتش موجود. لكن لما يكون لاعب في نادي الزمالك وهو اللي بيغني في وقت السلام الوطني، الحقيقه كلنا عارفين انتماء محمد عبد الغني، وله صوره مع ابنه ولابس تيشيرت النادي الاهلي. محمد عبد الغني خادته العاطفه لفتره او لثواني معدوده، وجماهير النادي الاهلي بتقول عمري ما احب غير الاهلي وهو بيغنيها. تشوفوا الفيديو ان شاء الله، تدخل على صفحه برزنتيشن، انا ما اقدرش اعرضه عشان الحقوق، لكن كان واضح جدا حركه الشفاه وبيقول عمري ما احب غير الاهلي ولا في غيره يفرحني. بالتاكيد محمد عبد الغني هو قاعد على دكه البدلاء كان عارف ان الحقيقه ان ما فيش غير النادي الاهلي يفرحه. مش ده بس اللي انا لاحظته، لاحظت كمان ثقة غريبة جدا عند لعيبة النادي الاهلي مع كل كرة رايحة على مرمى الزمالك. كان ياسر ابراهيم ما شاء الله عليه، يلا الجول جاي اهو، شوت حسين الشحات يجي الجول الاولاني، مع الكرة التانية والجول التاني ياسر ابراهيم يلا الجول التاني يجي، فيتحسب ركلة الجزاء فنروح للمنافس عبد الغني. واسلام جابر اللي له صوره من اولتراس اهلاوي في المدرج وهو بيقول له بنالتي يا اسلام، قال له تقريبا بنالتي، انت عارف هو مش هيقدر ياكد لانه في النهايه برضه لابس تيشيرت نادي الزمالك، وده اعتراف ضمني اخر بعد مباراه القمه بصحه قرارات التحكيم. فاكرين 27 نوفمبر 2020 الحوار لضرب جنش وان الحكم زي الفل والحكم جميل والحكم لذيذ، اللي اعلام الزمالك طلع ردت بعد كده ان الحكم كان فيه ركله جزاء لبن شرقي اللي هي فاول اصلا على بن شرقي ضد ايمن اشرف، باراء كل خبراء التحكيم بما فيهم الخبير التحكيمي في قناه نادي الزمالك. رحنا للجول الثالث، بس قبل الجول الثالث كان الناس اللي بتظلم بيتسو موسيماني ظهرت له صوره او لقطه وهو منفعل جدا وبيتكلم مع الاحتياط وبيتكلم ان دي مباراه سهله جدا، ايزي ماتش، انتوا ليه كده؟ ليه مش بتهاجموا وتزيدوا عدد الاهداف؟ فيحصل ان الهدف الثالث اللي نال اعجاب برضو محمد عبد الغني واسلام جابر. شفت عملها ازاي؟ شفت السوليه شاطها ازاي؟ اسلام عملها بعكس رجله. يا ابن انا بقى اللي بقول يا ابن اللعيبه يا عمرو السوليه، الاسيست لازم يا جماعه ياخد حقه، الاسيست لازم ياخد حقه، لان المنافس لما يكون قاعد على الدكه ويكون انبهاره باسيست السوليه الهدف الثالث اعلى من صدمته وفريقه بيتلقى الهدف الثالث في 10 دقائق، ده الموضوع يوضح لنا قد ايه السوليه كان مبهر، ان السوليه كان بيعزف بالفعل مش بيلعب كوره في المباراه دي. وانا قلت خلاص السوليه بقى بيعتبر مباراه الزمالك مش المباراه الكبيره، هي مباراه اجرب فيها اي حاجه عايز اعملها، لان خلاص السوليه بقى راكب الجيم، بقى راكب الفرق الكبيره بمعنى الكره، وبيقدم اداء المنافس نفسه اللي المفترض يكون مصدوم للهدف الثالث. اول حاجه قالها تعقيبا شفت السوليه عملها ازاي اسلام، ده شيء يعني بيوضح لك القصه فين. حتى مع الجول الرابع الكره الركنيه بيلعبها قفشه حدود 18 لعيبه الاحتياط بتوع النادي الاهلي، جول في ثقه ان انا رايح اجيب جول، بعكس الثقه اللي كانت عند عواد اللي قال مش قلت لكم هنرجع، لسه بيقول مش قلت لكم هنرجع ولسه بيرجع. لا الهدف الرابع سكت الموضوع، واعتقد بعد الهدف الخامس الناس اللي كانت بتشيد باتريس كارترون، اعتقد الصوره اللي جت على وجه باتريس كارترون وهو قاعد حاط ايده على خده بتوضح ان هو كان لا حول له ولا قوه، ولولا الاحتواء لم يكن يقدر الزمالك يحسن النتيجه، او زي ما بيقولوا كده يعني يحفظ ماء الوجه. وبما اننا اتكلمنا عن الاحتواء، اهم ما يميز لقاء الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي كل لقاءاته مميزه وكل تصريحاته بذهن حاضر، ذكي جدا ما شاء الله عليه، يعني ربنا يحميه، التصريحات اللي بيطلعها
معروف بيطلع الكلمه فين وازاي. سيبك بقى من حفظ كمان تواريخ المباريات باحداث المباريات، بيتكلموا في مباريات كده يقول لك هو قاعد لعبنا يوم كذا مش عارف ايه ماتش كذا وحصل الحكم كان كذا والحكم ده اللي كان اصلا في مباراه، حاجه غير طبيعيه بجد. يعني تقريبا كده تقريبا بدا خلاص ينافسني في القصه دي. مش هينفع كده يا كابتن سيد، انا بعيد عن مدير الكره خالص، يعني انا بعيد عن كل المناصب الاداريه، ما تنافسناش بقى في الحته اللي احنا بنلعب فيها يعني. وان كنت تتفوق يا كابتن سيد عشان انا بحبك بس. فالكابتن سيد قال في حوار صحفي في حوار تلفزيوني مهم جدا، مش بس تصريحات الكابتن سيد، اهميته بالنسبه لي هي النقطه اللي انا هتكلم فيها دي، ان هي كانت على قناه خليجيه مع برنامج اعلامي كبير جدا الاستاذ يعقوب السعدي. لما بيتكلم كل الناس بتحب تسمع نبره صوته وتون صوته الجميل، واعتقد هو عاشق للنادي الاهلي وكمان عنده نسبه مشاهده كبيره جدا. فكان مهم جدا ان احنا ما بنخاطبش نفسنا هنا، كان مهم جدا ان لما البرنامج ده او اللقاء ده يتعمل على قناه خليجيه ويوصل اعتراف واضح وصريح من حكم المباراه بفكره الاحتواء ويوصل الصوره المغايره، ده نقدر نقول عليه شكرا استاذ يعقوب السعدي، شابو الكابتن سيد عبد الحفيظ. لان مهم جدا ان انت يكون عندك ابواق بتروح او اشخاص بيوصلوا الصوره بشكل صحيح للخليج. انا كنت عايش في الخليج وعارف كويس انا بقول لكم ايه، في صوره مغلوطه وصلت من خلال اعلام الزمالك اللي دايما بيضغط عليها ان الاهلي نادي الدوله، ان اتحاد الكره اهلاوي، ان النادي الاهلي بيكسب بالحكام. فالصوره دي لما بيحصل اي خطا على طول بياكدوا ان كلام الزمالكاويه صحيح. لما حصل ازمه ماتش الترجي انا كنت في سلطنه عمان، كان العمانيين بيقابلوني ايه يا عم ده كلام الزمالكاويه طلع صحيح، هل فعلا الراجل ده مرتشي؟ والخطاب اللي اتزور من معد وضيف لاعلامي رياضي يعني اسمه اخره جنينه وبعته للجانب التونسي، والاذاعه التونسيه اعترفت ان الخطاب ده جاي لهم من جانب نادي او اعلام الزمالك اللي كان وقتها ساعتين في قناه عن طريق مقابل مادي، وصل الكلام ده بالتزوير لتونس، وبالتالي الصوره وصلت مغايره لكل الدول الخليج. فكان مهم جدا ان اللقاء ده يكون موجود على قناه خليجيه مع اعلامي كبير مع ممثل رائع للنادي الاهلي وهو كابتن سيد عبد الحفيظ، فيقدر يصحح الصوره المغلوطه اللي موجوده في الخليج. انا مش هقف عن تصريحات كابتن سيد كتير، اعتقد كلكم حفظتوها، ولكن كان بالنسبه لي هي دي اهم نقطه. انت ممكن تكون في قناه النادي الاهلي بتقدم عمل راقي جدا، ولكن ممكن يكون بما ان القناه فئويه الصوت ده ما بيوصلش للخليج ما بيوصلش لبره، لكن لما تروح في قناه خليجيه وتعرض وجهه نظر الاهلي بالشكل المتقن ده، شابوه كابتن سيد عبد الحفيظ. انا سعيد جدا ان اللقاء ده اتعمل على قناه خليجيه، وده بالنسبه لي اهم شيء في اللقاء، لان لقاءات كابتن سيد عبد الحفيظ دايما كلها قويه. ومن لقاء لتوضيح الصورة للقاء برضو لصورة واضحة للأسف اتعمل بقى على قناة مصرية، وانا هنا مش بلوم على مقدم البرامج ولا بلوم على البرنامج، هو ولد طلع ترند لان الولد كان بيعيط بعد الهزيمة القاسية عليه، فالكابتن محمد مجدي قفشة عمل لقطة معاه تليق بلاعب في النادي الاهلي بيحاول يرفع معاناة عن الطفل، ولكن الطفل مش هيستوعب ولا عنده من المشاعر اللي تخليه يفهم يعني ايه لاعب كبير بحجم مجدي قفشه لاعب النادي الاهلي بيتعامل معاك بالشكل ده، لان للاسف هو بقاله فتره طويله متربي على اشياء اخرى غير اللي ممكن محمد مجدي قفشه يقدمها، لان محمد مجدي قفشه قدم الحب ولكن الولد اتربى على الكره، فكره كره المنافس. الحوار كان فيه كميه كره وغل طلع من طفل صغير مش ممكن. يا حبيبي انت طفل صغير ازاي عندك كمية الكراهية دي في نظرة عينيك وانت بتتكلم، في طريقة ادائك وانت بتتكلم، انت لعيب في قطاع الناشئين نادي الزمالك لكن انت لسه طفل 13 سنة بيتكلم بالقصة دي. لا لا لا، الزمالك مالوش منافس ولسه ما اتوجدش المنافس لنادي الزمالك، والزمالك دايما في المقدمة، والزمالك والزمالك على عيني وعلى راسي، برغم ان انت اصلا مش عارف انت جايب منين الكلام ده. ده نوع من انواع التضليل يا حبيبي اللي زرعوه في دماغك سواء مدربين بقى او والدك، انا ما اعرفش والدك يعني التربيه كانت ماشيه ازاي ولا هي مدربين من نادي الزمالك، لكن في النهايه وصلت ان اصلا بيدي لك صوره مغلوطه عن نادي الزمالك. ده رقم واحد. النقطه الثانيه، الولد بيتكلم بيقول تيشيرت قفشه مش تيشيرت الاهلي، انا كنت بحب قفشه في انبي وبيراميدز. من حقك يا حبيبي، مش شرط ان انت تحب لاعب في المنافس، لكن فكره ان الولد واصل بالتركيز لفكره يقول لا انا واخد تيشيرت قفشه مش تيشيرت النادي الاهلي وشعار النادي الاهلي ده ممكن مش عارف ايه، ويتكلم باستهانه عن فريق كبير
اكبر فريق في افريقيا للاسف مدربين او الناس اللي ساعدت في تربيتك ربوك على الكره، زي ما قال هاني العجيزي. العجيزي بيقول احنا كنا في نادي الزمالك بنتربى على كره نادي الزمالك اكتر، على كره النادي الاهلي اكتر ما بنتربى على حب نادي الزمالك. دي كانت تصريحات صعبه جدا. للاسف كمان في نقطه ومشكله انا هنا بعيدا بقى عن فكره المثاليه لنادي الزمالك، انت ازاي تكون مدرب لهذا الطفل وتسمح ان الطفل ده طالع بيتكلم عن لعيبه في الفريق الاول بعدم احترام، عدم احترام، بيتكلم عن محمود علاء وبيتكلم عن يوسف اوباما وبيقول انتوا اكيد عارفينهم، واحد بيتغنى له بيقول له اهلاوي اهلاوي محمود علاء اهلاوي طبعا ما ذكرش الاسماء، والتاني عامل فيها اجنبي وهو مش اجنبي وبيعمل كده مفكر ان هو اجنبي بيعمل كده تروح بيعمل كده تروح، فبيتكلم عنهم اللي هم الاثنين سبب خساره المباريات امام النادي الاهلي. وعادي جدا عادي جدا ناشئ يطلع في قناه اعلاميه ينتقد المفترض لعيبه قدوته الاهم، جايبين الكابتن مدحت شلبي بيتكلم مع الناشئ يعني يشوف اخطاء ابو جبل. انتوا متخيلين يا جماعه القصه؟ الناس اللي بتقول لك انتوا ليه ما زعلانين لما بنقارن ابو جبل بالشناوي، يا جماعه الناشئين عندكم شايفين ان عواد افضل من ابو جبل بس هو مش واخد الفرصه، الناشئين عندكم وهو حارس مرمى بيتكلم عن ابو جبل وبيصح اخطاء ابو جبل وكان المفروض يعمل كده وكان المفروض يعمل كده، وبيتكلم ان عواد لو خد الفرصه هو يبقى افضل حارس مرمى في مصر وافريقيا، وكان ابو جبل ده مش حارس مرمى اساسي لفريق نادي الزمالك. سيبك من كميه عدم الاحترام للفريق الاول، ده شان داخلي، لكن المشكله في الكره والغل اللي طالع من عين الولد. وهنا رساله لابو الولد، يا حبيبي ده ابنك، حافظ عليه من الكره ده، ما تنقلوش الكره اللي جواك وهو لسه طفل. وده اللي قاله الاستاذ هاني شكري عن فكره القدوه في نادي الزمالك وازاي الطفل اللي كان 6 سنين وعنده 13 سنه اصبح عنده قدوه. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. في جانب اخلاقي كمان في الموضوع ما ننساهوش، الطفل اللي دخل نادي الزمالك وعنده 6 سنين النهارده بقى عنده 12 سنه ونص. الايدل بتاعه او بقى كان راجل بهذا الشكل، فانت هتقول له النهارده انك انت الصوت العالي وقله الادب وشتمت الناس هي اللي هتوصلك لكده. الاستاذ هاني شكري كانه بالظبط بيتكلم عن هذا الولد، الطفل اللي كان عنده 6 سنين اصبح عنده 12 سنه ونص، تقريبا نفس عمر هذا الولد، بقى الصوت العالي وقله الادب والتجاوز في الاخرين هو ده اللي هيوصلك. للاسف انا بس مختلف مع الاستاذ هاني شكري ان هو حطها في رئيس النادي الاسبق، واللي انا متفق ان هو فعلا في المرحله دي هيدفعوا ثمنها كتير وكتير جدا لغايه لما يجي رجل عاقل رشيد يقول يا جماعه اللي كان بيحصل ده كان غلط. لكن للاسف يا استاذ هاني شكري، هاني العجيزي كان اكبر من الولد ده بكتير، ويمكن او يمكن بقى كان في فتره لما كان هو عضو مجلس اداره نائب رئيس. في النهايه وصل الامر ان هاني العجيزي اصلا جيل مختلف خالص عن جيل الولد هذا، وبيتكلموا عن ان برضه كان بيتربى على كره النادي الاهلي اكثر من حبه لنادي الزمالك، كارثه حقيقيه. ولكن انا مش عايز ازيد عن الموضوع ده، لكن اتمنى يعني اي اب يحاول يشوف النموذج ده على الشاشه ويعمل عكسه مع ابنه وربيه على الحب افضل بكتير من الكره والغل اللي متربى عليه هذا الولد. نروح لنقطة تانية. احد اعضاء اللجنة اللي بتدير نادي الزمالك تحدث امبارح في امر مهم جدا، قال لو كانت غرامة شيكابالا اتدفعت في 2016 او 2015 كانت تقريبا 5 مليون جنيه، حاليا غرامة شيكابالا وصلت ل 20 مليون جنيه لارتفاع فرق العملة، وكمان الغرامة اللي اتحطت على عدم دفع هذا المبلغ حوالي 5 او 6 سنوات. وهنا سؤال للكابتن حازم امام، بما انك يعني حريص على فكرة ان انت تقدم طلبات احاطة وتسأل عن الاحكام ومركز التسوية والتحكيم وفكرة الرفع الايقاف عن شيكابالا وتكلم وزير الشباب والرياضة، طب حضرتك ممكن تقدم لنا طلب احاطة عن اهدار مال عام؟ وهنا عشان بس بعض المستمعين من الاخوة الزملكاوية اللي بيفهموا ان انا بتكلم عن صفقة فشلت او نجحت انها اهدار مال عام، لا انا بتكلم عن غرامة كانت المفترض هيتم دفعها في توقيتها 5 مليون جنيه، التأخير في دفع الغرامة وصلها ل 20 مليون جنيه، ال 15 مليون جنيه ده من نادي يتبع الدولة وتحت الاجهزه الرقابيه للدوله، مين بيتحملهم؟ هو ده السؤال اللي انا بوجهه للكابتن حازم امام، بما انه
يعني مشرفنا في مجلس النواب، وما انه بيتكلم عن تطبيق القانون واهتم بالامر ده، اتمنى يكون في طلب احاطه عن فكره اهدار مال عام. وهنا باكد تاني، الموضوع مش مرتبط بنجاح صفقه من فشلها، لان البعض يقول لك طب ما انت اشتريت اللاعب الفلاني وبعته ببلاش او استغنيت عنه ببلاش. هنا معيار النجاح والفشل على حسب اللاعب ده في كل الانديه، لكن انا بتكلم عن غرامه لما ما اتدفعتش غرمتني 15 مليون جنيه، وهنا الامر بطرحه على الكابتن حازم امام بما انه مهتم بهذا الامر. على الجانب الاخر طبعا احنا عارفين ان المنتخب هيلعب بطوله عربيه، والبطوله العربيه بتتعارض مواعيدها مع مباريات العوده في الكونفدراليه بين الزمالك والمصري، بين المصري مباراه المصري وبيراميدز. الزمالك ساب الكونفدراليه من زمان بقى بيلعب في دوري ابطال، المصري وبيراميدز مش من زمان قوي يعني، لكن المصري وبيراميدز عندهم مباريات عوده في دور ال 32. المفترض المباريات دي هتتعارض مع مباريات منتخب مصر في البطوله العربيه، فبالتالي عايزين يعملوا تعديل على قائمه المنتخب المشاركه في البطوله العربيه الاتحاد المصري، او وده ما حصل فعلا ان هو بعته للاتحاد الافريقي لكره القدم فكره ان يغيروا مواعيد او ياجلوا مواعيد الكونفدراليه، ولكن المواعيد مرتبطه بفكره القرعه اللي هتتم في دور الابطال والكونفدراليه لدور المجموعات. هنشوف الامر هيستقر على ايه من جانب الاتحاد الافريقي، لكن بالتاكيد الاتحاد المصري قدم بالفعل طلب رسمي بتاجيل مباريات الاياب في الكونفدراليه. على الجانب الاخر عندنا مباراه مهمه جدا مع منتخب انجولا، ومنتخب انجولا قدر يحصل على موافقات بحضور 30,000 متفرج، وده من مصادر داخل الكاف. نتمنى ان طبعا احنا عندنا 5,000 متفرج مباراه الجابون، نتمنى العدد ما يكونش بالشكل الكبير ده، وان كان يعني عندنا ثقه كبيره جدا في لاعبي المنتخب المصري انهم قادرين على تحقيق الفوز ان شاء الله في انجولا، على عكس المباراه اللي قدمناها في دور الذهاب وكانت مباراه فنيا برغم الفوز، لكن كان ادائنا فيه مش الاداء الجيد، وبالتالي نتمنى الفوز لمنتخب مصر ان شاء الله في مباراه الغد. نروح لتعليقات حضراتكم عشان يعني تقديرا للكلام الجميل اللي انتوا بتكتبونه. اقرا بعض التعليقات. ادي التعليق اللي انا كنت بقول لكم عليه، اللي هي الاستاذة نبيين سعيد بتقول مفيش صوت نسائي، انا صوتت والله موصية كل صحباتي يصوتوا لك. فلما شاف التعليق عملت تعديل وقالت الحمد لله لقينا صوت نسائي اتقال، عموما المهم تكسب ده اللي يهمني. علي حسين بيقول برنس يا اسامة والله. هاني عبده بيقول اقسم بالله برنس. اشرف بيقول حبيبي يا اس. عاطب بيقول حبيبي الأهلوية يا أسامة، تم التصويت بنجاح وأتمنى ليك الفوز، ابن الأهلي ربنا يحفظك، درع الأهلي بقوة. هاني علي بصراحة أنا أعطيت صوتي لك والله وبدون مجاملة، أنت تستاهل، وحتى إن لم تفز بقى الآن فأنت لك مستقبل واعد، استمر أيها الأهلاوي الأصيل ولك الدعم مننا، بشكرك جدا. رضا بيقول أنت تستاهل كل خير، إن شاء الله تكون أحسن إعلامي في 2021 وبالتوفيق دايما. الأستاذ عمران انا من سوريا بقول لك انت احسن اعلامي في مصر، الله يحميك، انت اهلاوي اصيل بجد، اشكرك جدا انت واهل سوريا الكرام. منار رضا، مين رضا عشان هو كاتب اسمه في الاخر، بجد انا شايف انت احسن اعلامي اهلاوي استاذ احمد واتمنى لك التوفيق، بشكرك جدا يا استاذ مينا. هند او صوت نسائي بتقول صوتت لك يا اسامه بالتوفيق. محمد سعيد بيقول صوتت لك وعندي امل ان جمهور الاهلي يرفع نسبه الاصوات لتنال الجائزه، بتمتعنا انت وفارس في الاهلي خط احمر، نفسي تقول تعليقي عاش الاهلي ودمت له درع وسيف. قلت تعليقك يا استاذ محمد. استاذ عزه بتوحشنا يا نجم، نستمتع معاك بكل جديد، بروع في الاداء وجمال في السرد، بشكرك جدا يا حبيبي. ابراهيم بيقول تحياتي لك استاذ اسامه فارس الكلمه، تم التصويت لانك ان تكون احسن اعلام بما تملكه من ثقافه كرويه وصدق الكلمه والقبول، فعلا احسن اعلام رياض، بشكرك جدا. نادر شاهين انت من افضل الاعلاميين اللي ظهر على الشاشه، انت وصديقك محمد فارس عاش ابناء الاهلي الافاضل، بشكرك جدا. ايمان وصوت نسائي اخر، تم التصويت يا استاذ احمد يا محترم، وانت فعلا احسن اعلام رياضي، ربنا يخليك لينا وتفضل كده تدافع عن نادينا الحبيب النادي الاهلي، بشكرك جدا. استاذ محمد اكرم ما شاء الله عليك، احترام وادب وثقافه وعلم واسلوب راقي متميز ورباقه، متابعك من غزه، بشكرك جدا يا سيدي الفاضل. هاني محمد انا صوتت الافضل اعلامي ومشجع لاعظم نادي في الكون استاذ احمد بالتوفيق والنجاح، بشكرك جدا. صلاح البيومي ما عنديش كلام اقوله لحضرتك، كفايه اقرا كل ما يكتبه المحترمون لشخصك الكريم، موفق ان شاء الله اخوك صلاح من بروكلين نيويورك، تحياتي لك، تحياتي لك يا استاذ صلاح. عبدو علي انا فخور ان الاهلي يمتلك كوادر اعلاميه قويه زي كده يا ابو حبيبه، انت محظوظ بالاهلي اكيد
واحنا محظوظين بيك وانا اللي محظوظ بيكم اكيد. استاذ ميدو بيقول انت انسان محترم وموضوع جدا، واحلى حاجه فيك غير انك اهلاوي طبعا انك مثقف وتملك الحجه، تم التصويت بنجاح. اشكرك جدا. الاستاذه ناديه بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا صوتت لك لانك احسن اعلامي وتستاهل كل خير، انت ومحمد فارس رائعين، بحبكم قوي قوي. برنامج الاهلي خط احمر برنامج رائع جدا واقوى برنامج على قناه الاهلي، انا من متابعيه وبتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائم يا رب. اشكرك جدا. استاذ ناهد الشرباجي كل الاحترام والتقدير. استاذ احمد اسامه، محمد عمر بالتوفيق ان شاء الله يا وزير الدفاع عن الاهلي. مروان اسلام انت محترم ككل اهلاوي ولك كل الدعم والاحترام، وانا صوتت لك ان شاء الله تكون افضل. تحياتي، بشكركم جدا جدا جدا، واعتقد الصوت النسائي بقى موجود في التعليقات. نشوفكم على خير، والاهلي دايما منتصرا، الاهلي دايما فوق جميع ابنائه. سلام.